استبشر أهالي مدينة بوريدة بموقع سوق الحطب الجديد شرق المدينة، والذي يعد من أميز الأماكن لبيع الحطب. تبددت فرحتهم وصدموا بعد أن ظهر سوق الحطب بصورة عشوائية وصادمة لكل من زاره، خصوصا بعد أن علموا بتكلفة هذا السوق التي جاوزت 20 مليون ريال. وتوضح هذه اللوحة بعضا من تفاصيل هذا المشروع. من الصور العشوائية في سوق الحطب المدخل الرئيسي له، فلا يبدو بأنه مدخل سوق بلغت تكلفته ملايين الريالات. ومن الصور أيضا ممرات وطرق السوق، فبدلا من سفلتتها فوجئ الرواد بطرق رملية وعرة مغبرة. وهذه العشش هي أحد أكثر الصور عشوائية، ففيها يبيع الوافدين بضاعتهم، وفيها أيضا مسكنهم وأكلهم. من داخل سوق الحطب ببريدة، خالد الربعي، برنامج الراصد.